ألو، الو، السلام عسلامة لله. مرحبا بيك، اسم اختي عليكم. المستعار. هاي، مرحبا بيك. اسمي ليلى، مرحبا بيك ليلى. قداش عمرك اختي؟ عمري 32 سنة. 32 سنة. مرحبا ستين بيك ليلى. هاي، الله يخليك. قلي، شبيه صوت اختي هكا تعب شوية ومتخلقة شوية؟ انا من الصوت والله نفهم. نشكرك على البرنامج الساعة هيك، يعيشك ليلى، على على شكر الأقل على وجهك. فرهد يعيشك. بالحق إنسان على الأقل يرتاح مورا مرحبا الويكاند بيك يا ولا لالا، احنا هذاك دورنا. شوف، دورنا انه نسمعوك معناتها نسمعك، باش يا اما ترتاح ولا تفرغ قلبك. اكاو، عايش. هذا هو الله يخليك يا المطالب، ولد، المطالبين به الناس الكل. عايش. الله يخليك. مرحبا بيك لالا، قل والله لي. نحكي لك حكايتي أنا طويلة وعريضة وما لقيت ليش حتى حل في علي قل لي بالحق. لالا، تفضل. أنا عندي راجل مساعدني برشا 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 استنى صح، بالحق، قبل ما يتعبك، مساعدني. راجلك ساعة، وين تعرفت عليه؟ وقتاش تعرفت عليه؟ وقتاش عرستو؟ باش نفهمه شوية هكا. باهي، عرست 2008 ايوه، 15 2008. سبتمبر. كذا. تعرفت عليه في معناها في البلاصة في وين نخدم أنا، ومعناها كان اللي نحس فيه إنسان، هو راهو ماهوش إنسان باهي، فهمتني؟ من أوله ظهر لي هكاك راهو، مش أما معناتها هو أنا مش انسان باهي، ما انت مش باهي، هو إنسان معناها صغير في مخ وما يعملش على روحه، إنسان معناها كيف ما أنا عجبني هكاك متاع صغر وكها، أكثر منه لا، وعائلتي ما حبوش عليه من الأول. عجبك ولا حبيته ساعة؟ لا والله ما أقولكش، ديريتو ما عمره ما كان حب، معناها هكاك تيش. بزيد قالوا لي على عائلتي ليش سامحني، تسد الطيف على ريفك العناد. عرسك بالراجل هذا طيش؟ ممكن ينجم يكون خاطر ما نعرفش انا، خطبوني ناس باهين ورزان وكل شيء، وهو اثر عليا. عائلتي قالوا لي، انا قلت اي، قالوا لي لا لا، علاش قلت قالوا انا لا اي، عائلتك؟ علاش قالوا لا؟ خاطر راه مش الانسان المناسب لنا احنا لعائلتنا وليا انا، علاش خاطر مش انا باش مناسب؟ نعيش علاش مع فما حاجة باش تقولها لي وما حبيش تقولها لي؟ علاش داركم قالوا لك مش مناسب وانت تعرف اللي هو مش مناسب خاطر ليك؟ هما يعرفوه، خاصة اشرتوا لاخواتي الاولاد يعرفوه، انسان مش باهي بكل، معناه انسان يعني شنو؟ يتعاتى مخدرات، فوالا، انسان اي هذا هو معناتها يعرفوه ايه ويقولوا احنا سيرته مش باهية. سيرته مش باهية، باهي، ولو ما وانت عندوش شديت معناه صحيح يكون فيه ايه هكا، شديت فيه هادي صحيح. عليك. الو، اي، ومن بعد عرفت. من بعد عرفنا باهي، بدات المشاكل من تعرفوا هو الاول. اللي تعرفوا اللي هو عنده سوابق في المخدرات وكذا 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 وكذا. بعد ده ما اما عرسوا والله اذا اتفقتوا قلت لي ولا ما عليه اتفقتوش على سامحني، الحكاية انما هذه؟ انا ما صدقتش راهو، حتى كي جاني اخويا وقال لي انا ما صدقتش، خاطر وقتها وكما قلت لك راني ممكن نحبه هكاك، ما نعرفش هكاك لا، نحبه خاطر ما فهمتنيش. بعد ما عرستو وانت تعرف اللي هو كان يتعاطى مخدرات، حكيتوا في الموضوع ده انه بعد العرس ينتهي كل شيء حكيت له ويوفى كل حتى شيء؟ قبل العرس، وكي سمعت قال لي لا مش صحيح ويكذبوا عليا. من بعدين كي عرفنا تحسه يقعد في بيت وحده ويعمل برشا حاجات، وكي ندخل نلقى ريحة البيت خايبة وكل شيء، يقول لي ليه ما فما شيء، وكنت نتكيف وما شو فما شيء، يتكيف هو سمح؟ كيف المخدرات باهي، أصلا. لحظة برك، بربي سكان البير، احنا ما هو الباج متاعنا والديركت متاعنا في الفيسبوك نسميه بعضنا سكان البير، معناتها الناس الصحاح متاع البير. في جماعة البير، رجاء كان تحبوا تعاونوا البنية هذه بكومنتارات باهية، اعطيوا كومنتارات باهية. هاك الكلام اللي مش باهي والكلام المرزي لا، احنا السكان الاصليين متاع البير، السكان الاصليين متاع البير هما 700 800، مش نبدأ واضحين. انا وصلنا على 800، فوق ال 800 يدخلوا الدخلاء على البير ويبداوا عاد توا من 800 ل 1000 هما السكان الاصليين. اي جماعه توا السكان الاصليين بتاع البير ابداوا تبعوا من قدام قدام. ايوه، قل لي. حكيلو ما يتكيف زطله ديما معناتها. هاي هكاك، وديما مشاكل مشاكل اللي انا فيها، وبحكم اني ما نجمش معاش نجم نرجع لدارنا، على خاطر هما قالوا لي لا، وانا قلت اي، ديما يلوموا فيا حتى كي نمشي مثلا غضبانه ولا مغشه، يقولوا لي ما انا قلنا لك لا، ما هو هكا ما هو هكا، واحنا نصحنيك ونصحنيك ونصحنيك. كان تحميتي الله يرحمها صار سكرت لي باب كبير متاع بلاي، منه هو معناها تلبي لي في كل شيء باهي، اللي هي بيا وانت معرسة يستهلك مخدرات يوميا برشا برشا كل يوم؟ برشا.
حتى دونك من الصبح كي يجي خارج للخدمة يلزم يتعاطى باش يخرج معايا، سامحني، فهمتي؟ يتكيف زطلة وشنو هو الآخر؟ دواء دواء شنو؟ دواء فما أنواع أنا عرفتهم معناها قريتي. منين يجيب فيهم؟ يشري احنا ومنين يجيب في حومتنا، الفلوس؟ يخدم يصور بالقدي، هو أما يصور بالكدا عندها؟ يصور يخدم يكترك وطول تاعك راه بيصور بالقدي في الفلوس. اه فهمتك. ايه مش مقصر معاك في العائلة في المصروف لا ولا؟ جملة ايوه خاطر ميصرفش الفلوس كلها، خاطر الفلوس كلها كلها ميشي في سامحني حاجات ماشي أخرى للزطل. عنيف يضرب للزطلة. ولا؟ ايه نعم عنيف ولا؟ عنيف يضرب لين يخلي لك سيكاتريس، يشدك يعنفك بالسكينة، أوليد وليد أخو منه. أنا توا حتى أبسط حاجة نحكي معاك بيتي مسكرة ومسكرة، معناها مكسر الكوبا وباقي مسكرتها، معناها مكالية بحاجة من داخل باش أنا نخاف على روحي معناها. أجبرك مرة باش تستهلك معاه زطلة ولا؟ نعم أجبد لك مرة باش تستهلك معاه زطلة ولا؟ أي جبد لي أي شو قال قال؟ لي ماهيش حاجة تخوف. إيش قالك؟ قلت له انا ما نتكيفش دخان عادي باش نعمل العملة دي. قلت له انت لو تصلح روحك تجي تكمل عليا، انا قلت له عيب عليك تعمل في الشاي هذا. قال لي فيها حاجة مش نورمال. قلت له لا انا مانيش شنية نتاع الشاي الحاجة اللي هذا. مش نورمال اللي فيها قالك عليه؟ اي قال لي كي تستعمل حاجة كيف منك كي تولي طايرة في الهواء. اه قلت له طايرة في انت في الهواء. عز انت اي 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 صدقني انت عليه ياسر مخه ما عادش يخدم، تحسه عديم المسؤولية، تحسه تصور انت يتكيف في وسط الدار، يتكيف في باهي الصالة، انت يتكيف في سامحني، الكلوار، توا بيني بيهموش وبينك، بيني وبينك أولادي انت يمرضوا. سامحني، بيني وبينك انت عاونته باش يبطلها ولا كيفاش عاونته عاونته؟ بحضور حميتي حية يا روحي، كي كانت حية فهمتني انت وهزي له خليني بحضور حماتك ولا مش حماتك انا، انت؟ وانا بدي عاونته. قلت له نمشي معاك تعدي، حاول نبقى معاك في بيت وحدك وشوف روحك معانيها ونتغلبوا عليها وتبطلها، وراو صغارك في طولك وراو صحتك وراو هكا وهكا. قال لي هذه ما يبطلها لي كان ربي سبحانه، وراك بيجي تقول لي انت بطل راني نزيد على تصبر عليه معناها شوية زيادة. وتبدل معاه اللغة شوية وتحاول تلطف الموضوع، وكل مرة تجبد حاولت له على بالسياسة بالسياسة، راهم حاولت فراهم ما يؤدي لحتى حاولت نتيجة. اسمعني، حاولت دورها دواء ودورها قوة وحاجات أخرى. وحاجة أخرى، باش يبطل لازم يبطل بشوية بشوية، ما تنجمش تجبره على أنه يبطلها تو ليش دانكو. على أن السيدة ذي راني ما عادش نجم نعيش معاه، إيه عاد أنت من الأول، عنفني اسمعني برشا، حطم لي حياتي، شوه لي سمعتي، كي يستعمل الأدوية ويستعمل مخدرات يخرج يسبني برا بسبان خايب، ايه هكاي عاد يسب هكا هكا الجيران، هكا هكا يسب لي بلون دو الجيران، ديفو هكا. يسب بنته كلها كلام خايب في طوله، يحكي يعنف العباد الكل، اللي يجي حامي عليا انثى تولي هي مش باهية، يجي حامي عليا ذكري يولي هو معناها به شيء معايا، العالم الكل معناها بالحق اعجزت معاه السيد هذا بالحق. مستحيل انا اللهم معناها ربي سبحانه، اما باش يتصلح ما نعرفش. دونك انتي انا سامحني، كرهته دونك انتي سامحني، ساي الراجل ده ما عادش عينك فيه. لا ما عادش خذيت ما قرار عادش ولا ما خذيتش قرار؟ لدرجة اني حتى كي يهز يده نخاف، ما عادش عندي الامان معاه جملة، نخاف منه. انا مشيت للمحاكم ودورتها ومشيت للمراكز وكل شيء، اللي هذا معناها يقول لي برا اعمل عريضة، برا اشكي، برا اعمل محامي. انا نخدم كنت نخدم ايه بطلت من شو هو الخدمة، القرار اللي خذيته حد مدام؟ نعمل محامي. نعم شو هو القرار اللي خذيته باش تطلق؟ انا خديت قرار باش نطلق باش نجم نعيش بديت في صغاري، الإجراءات ولا ما بديتش؟ بديت في الاجراءات، اما قالوا لي اعمل محامي. اليوم بالذات مشيت للمحكمة قالت لي راك قاعدة تكيكة تتطلفح وندرى شنو، برا امشي اعمل محامي. اي بيان سور، وتوا عن طريق محامي. انا سي علي محامي ما عنديش، انا نخدم على تطلب صغاري إعانة مانيش عدلية؟ نخدم تطلب إعانة عدلية طلب مدام؟ اعانة عدلية، اي وسقطوا هالي مرة، عاودوا وعلى خاطر اطلبها هو مرة أخرى. كان في الحبس مرجع موقوف. ومن بعدين مشيت انا باش نعاود عريضه اخرى، قالت لي راهو سقط الحكم هذاك، برا عاود عريضه اخرى وعاود اعانه عدليه اخرى تقعد بال3 شهور بال4 شهور. انا وصلت بقيت في سونتر اس او اس على خاطر يعطي فيك، اولادي، يعطي خاطر فيك عليه مشيت للسونتر نفس اس او اس انت؟ اي على خاطر خرجني من الدار،
خرجني من الدار. يعني تمشي لدربوك مدام، ما تمشيش لسونتر سويس. دار بابا ني قلت لك كي نمشي لدار بابا يعمل لي برشا مشاكل، يقولوا لك هيك الحكايه. به يعمل لي اسمعي، برشا مشاكل ويجيني يشرب في الليل ويعمل لي مشاكل مع اخواتي، واخواتي عاقلين مش متاع الشيء ذاك. ما نعرفش، ما حبش نخسر خويا، والا في لفاوي فيهم باش يتضرب هكا ولا هكا. به اسمعني انتي. شو باش يقول فمي يا ربي، والله نسيتني في اليدي. معناتها انتي قدمت عريضة اي وفي إعانة عدلية، مطلب في إعانة عدلية، اي وحبيت المسألة تمشي نحو المحكمة والإجراءات ما عطاوكش إعانة عدلية. اعطاني اعانة عادلية، اما اي كي مشيت انا كي وقتها مشيت كنت انت محبس وقتها هو، فوتها. فوالا، هو ما قاعد يدفع في فوتهاش النفقة انا نتاعه ولا لا؟ تعالي. استنى، انت رفعت قضية في النفقة ولا لا؟ اي عندي قضية في النفقة عاملة من 2013 محكوم عليه ومانيش السيد، ناخد محكوم فيهم، عليه، يدخل الحبس ويخرج. إيه دخل يدخل مرة الحبس، يدخل يخلص يخلص. لا ما خلصنيش، دخل لا ما مرة ينجمش الحبس، يخرج وما يخلصش يا مدام. لا لا، ثبت امورك مدام، ينجم خرج يخرج. ليه؟ خرج من الحبس، إيه عدى مدة يخلص وخرج، يخلص. ما خلصنيش ما لا، ولا انا خلصت. عدى مدة الحبس اللي اي تحكم له فيها. عديها مدة، اي عديها حبس، ولا عديها حبس خلصنيش. والمرة هذه زاد شكيت بيه على اساس ما ينفقش على صغارو، وصغارو يقراو هي هذيك قضية اهمال اتيكيت. عيال بطبيعتها. اي شكيت بيه، قالوا لي برا امشي اعمل عريضة تون عايزولو، كي ما يخلصش كالعادة كل كان عادة يشد خلص الحبس وهكا. وكذا ومدري شنو. اي انا ما حاشتيش بالشي هذا، انا حاشي بالانسان هذا، ما عادش الانسان هذا ما عادش حاشي بيه، مدام على حل خاطر وحيد خسر السيد على هذا ولادي. يطلق إن شاء، إذا كان ما اي نجمتش بالتراضي وإلا اي للضرر ما عينكش فيه، طلقه ديفينيتيف مع الراجل. صحيح صحيح فهمت؟ تعمل طلب حتى من غير محامي، طلب لقاضي الأسرة في إجراء الطلاق كريمهم عندها. فهمت؟ وإلا تستنى الإعانة العدلية، خاطر ساعات ما فماش محامين، ساعات الناس تطلب برشا الإعانة العدلية، تعاود تطلبها مرة أخرى يعطيوك ضغط المرة كبير الثانية هو ولا صحيح. الثالثة. إيه المرة الثانية ولا الثالثة يعطيوك محامي، المحكمة تكلف لك محامي وينتهي الموضوع. ما أنت علاش حكيت على الحكاية هذه؟ الحكاية هذي حكيتها على الأقل فرهدت شوية، خاطر ما نعرفش كيف باش تمشي لعائلتك باش تحكي لهم، باش والله يقولوا لك نورمالمون العائلة يقفوا معك حتى ولو قالوا لك ما تاخذوش وانت خذيته غصبا عنهم، أي. نعرف نعرف المفروض نعرف، يقفوا أما معك. ياسر عمل لي برشا مشاكل، خليلي معناها ما خليليش وجه مع عائلتي جملة، فهمتني؟ خاطر اي احنا اي مانيش اي ناس معناها اسمع، كيما قديش نوعه عندك هو. صغيرات انت؟ أنا عندي 3 صغار، عندي زوزة ثلاثة. أولاد وبنية. قديش عمارهم؟ بنتي 10 سنين يا ربي يفضلها وانتي لك. 8 سنين يعيشك. عبد الرزاق 3 سنين، ربي زوجة يفضلهم لك ثمانية لالا، سنين ومنيار عمرها 10 سنين. ربي يفضلهم لك لالا. شكرا لك لالا على المشاركة ويعطيك الصحة. الله يخليك، يعيشك بعض يعيشك. الناس اللي تفاعلوا سكان البير الأصليين، طلق وتهنى يا مدام، طلق فك عليك. سألو استنى استنى. فمش كون خليتيش بيك الجن، خليتك في أمور جدية ولدي، نلقاك في الراديو هنا نقز من بلاصة لبلاصة. شو نعمل لك؟ وديك الخدمة واحد اهمال عيال عند الرجال تونس الكل. سي على السيجار والدبوزة لهم الأولوية. مريم قالت لي شعرك طاح سي على، تو زيدوش عيرات يا خيتي، شي المشكل ركبوا له شعرات تو يولي شعر كامل ومريك، ما عنديش مشكل. خل نجاوب عليكم الكل، والله ما نجاوب. والله قلت لها ترتاح منه هذا راجل ولا كلمة ما نحبش نقولها. طلق طلق، الطلاق إن شاء قال مناقت لك تخرج يديها على راسها، قال لك شراب خراب، طلقوا أحسن، طلقوا الناس كل معاك في أنه يا مدام طلقوا. ماهي حسام أقعد رايد الليلة، مانيش نقرأ لك حتى تعليق زايد، ما تكسرش راسك معايا الليلة، أقعد رايد. أنت من سكان البير الأصليين، ريد تعمل تعليقات بها نقرأ لك تعليقات، تبدا تدخل فيها في بعضها ما نحكي ما نقولش حتى تعليق. هاي سيدي برا نستنى تليفوناتكم، انا جايكم جماعه الكومنتير باش نتلهى بيكم بعد. نستنى تليفوناتكم على الرقم 71 113 ألف. ورا جاي الو. عسلامه لله. مرحبا عايشتك. مرحبا، اسم اختي المستعار. ياسمين. مرحبا بك ياسمين، قداش عمرك لله؟ 28 28 سنه. شو تعمل في الدنيا؟ نخدم. مرحبا يا لالا، تفضل. عايزك شو حبيت تحكي لنا الليلة؟
انا كنت في غولاسيون من ايام الليسي انت مع كنت بعضنا. في غولاسيون اي وي ديجا اول واحد هو عرفته في حياتي من ايام الليسي لما كبرنا وبعدين تخطبت له كنا مع بعضنا لما قريت في الفاك وتخرجت وكملت بقينا 10 سنين اي كانت امورنا واضحه صباك ايكو بالعادي ركعوا في امورنا بون بعد هو خرج يعيش برا اي بديت المشاكل من غادي كيف البعد بتتر من البعد اكيد ودي بلوس كتبدلت الحاله نتاعي كي ولا كي كان غادي اول ما مشي امور مش واضحه شو اللي تبدل فيه في كل شيء ولا كي يهبط مثلا ما عادش نتقابلوا كيف ما قبل ما عادش يشوفني بالعكس بالعكس, أنا. بالعكس قد ما تبعدوا قد ما تحبوا تشوفوا بعضكم قد ما تتوحشوا بعضكم اكثر قد ما تحبوا بعضكم اكثر هذه الحاله الطبيعيه ما هو يدور لي ولات العكس الحكايه ولا وليت العكس ولا يروح يمشي لصحابه اكثر يمشي ها وخرج نمشيو للزوتيل حاوصوا تفرهدوا ها مشي حاوصوا وين خرجوا حتى لبرا هو وصحابه الاولاد وانت ولا معني اصحابه الاولاد ولا الخارجه مع الكليك نتاعو اكثر منه يقابل فيا هو خطيبك خطيبك بشكل رسمي اي اوفيسيل خطبنا عملنا فيهم ساي في بون ديجا وقتها نخبروا في العرس انت كريت مدموزيل الحكايه حكايه حكيت معاش بك تبدلت حكينا مرة واثنين وثلاثة مي أنا كان عندي ديفو قبل كي كنت نحكي يقول الساعة قبل الديفو نتاعك لي والله لي جست باش تفرهد معاهم شوية ومانيش على حاجة راني أنا بالعكس نحب نشوفك ونحب نقابلك أما هما هاني حد زاد متوحش لخرجيت وما نعرفش شنيا ويبدا يجي في أسباب ظاهرة مش مقنعة حتى تعرف أي وشنو الديفو اللي كان عندك أنت قبل اللي أنا كي نسأله ما نسألوش بالسياسة معناها وين مشيت بتخرجين وبعيط تسألو كيفاش نسألو مثلا نعيط على حكاية ونمرج عليها ليش وكيفاش وعلاش هكيكا إيه؟ هنا انت توا هو الغلط نورمال نورمالمون بون باش تتنرفز انت باش تتقلق باش رد فعلك تكون عنيفة شوية اما الافضل انه يكون بالسياسة بشوي علاش انت ما نجمتش تجد روحك وقتها ما نسيطرش على روحي ياسر معني نبدا نحكي علاش انا بعد سنين هذيك الكل صبرت وما نعرفش لا هو كلام معقول هذا باش تقولوا لا لا عادي هذا عادي باش تلومه بيان سور اما صديقو كل عام هو من الاول حب برمجنا العرس وكل شيء مازال ما حضرش هو مازال يراقب في اوراقه وغادي يراقب في اموره بيه يهبط على العرس ما جانيش من الاخر بصراحه راني مثلا مازلت مانيش حاضر توا اعطيني عامين ولا ثلاثه في يدي لا كل عام لي سي بون سني وكل شيء نحكي انا مع الفاني نتاعي ويهبط هو ويحكي زاده على اساس العام هذاك بعد لي استنى شهرين نزيد 6 شهور هون نسمع في الاوراق بيجي صارت الحكايه ماشي نحدد دات وما ما تمش عيطت انا بقينا مع بعضنا حكينا وكهو على اساس لي انا سي بون هذه اخر مره قابلنا فيها وشفنا فيها بعضنا انا بعد على روحي احنا بقى لعبه كين انت جيت من الاخر وحكيت معايا باش نصبر معاك دقيقه انت تفاصيل في الحديث هكا هذه هي طبيعتك في الفصول تاع الحديث نتاعك لا 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 كيفاش تحكي مع خطيبك بربي سبحانه وكي حكيت في السوجي هذيك حكيت وانا نخرنن معناها وانا ما معناتها اكثر من هكا معناتها ايه لا وانت تحكي توا الفصول اللي تحكي بها وهذه حاجه مهمه راه في الديسكسيون ايه حتى في فن التواصل معناتها الفصول ياسر ستريكت صحيح كاسحه وانت تحكي معايا توا هكا تحكي لي في ديسكور رابورتي على شنو اللي قال لك شنو اللي ما قالكش معناتها انت تحكي معاه بأتعس من هكا أصعب ديما هو عنده مشكلة الصعب نتاعي بالحق اي هو انت وانت تحكي توا عندك شوية صعب في صوتك معناتها صحيح بالحق اي باهي حكي له بعدها انا كفيت الحكاية بقيت من بعدها عام بعد على بعضنا اني لما العام الاول معناها بعد على بعضنا ما عندي شكون في حياتي سي بون مي العام الثاني تعرفت على شكون اي استنى ساعة لا 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 كملت مع خطيبك ولا لا ليه قصيتها وقتها خاطر حدنا دارنا قصيت هي كملت معناتها سيء كملت فوالا بعدها حاولت باش ننسى باش ننسى باش ننسى باش ننسى هو اول واحد عرفته في حياتي ما منسيتش بعدها بقيت تعرفت على شكون ستريكت كيفي بالضبط ناوي على عرس بقى هو يقنع فيا بروحه برشا من الاول مانيش موافقه جمله وكنت واضحه معاه بقى يقنع فيا بروحه ليه وما نعرفش شنيا ناوي على العرس ويحب يعرف تسع في تسع ويركح اموره من الاول انا عجبتني الحكايه ليش خاطر جي عكس الديفولي في الاخر الاخر مازال يمهتل وهذا طول وهذا طول اي سامحني عرفت ركح اموري
هذا شو مشاعرك مع انت جاي هكيك على غرض؟ حتى مشاعر، حتى مشاعر ما تقوليش قبل جملة من الاول انفاتيك، من الاول قبلت وسي بون معناها. اما من بعد كي تقيد ما نحبش حتى الاخر نتمنى يكلمني في التليفون باش نسمع صوته باش نحكي معاه، هذا ما نحبش نحكي معاه. البوست نتاعو طيارة على الاخر، اموره الماديه بيه على الاخر، طيارة على الاخر. نحكي لك معناها هو حلم اي طفله، معناها كي مش تحكي من غير على سامحني، حلم اي طفله بالبوست نتاعو اللي يخدم فيه. ليه ليه خليني نكمل لك، بس انت تفهمني بس صحيح. لا معناها. لا مثالش، لا لا حلم اي طفله، خاطر انت قلت لي حلم اي طفله. اي حلم انا ديجا صاحبتي كنا نبدا نحكي لهم في السجية على كيفاش انا ما عنديش فيه وما نحبش علاش الساعه، هو معناها امور واضحه، ما مش شوي بشوي هتا تحبه، وانا ما نجمش نمن بالحب بعد العرف، خاطر انا ما وصلتش قبلته من الاول. باهي باهي معك باهي. بعد الاخر كسمع بالحكايه اللي انا عندي شكون، هو كانت مستحيل بالنسبه لي اللي انا عندي شكون، حتى كان بطلت ديما يحكي هكا، حتى الفاني متاعي عرفها باش تبقى وفي الاخر باش نرجعوا لبعضنا، من ما تنجمش تكون مع واحد اخر راه احنا نحبوا بعضنا وانا نركح اموري. حكي له كسمع رجع ليه، وانا انا حاجتي وحاجتي باش نعرف سي بون، انت ما فهمتنيش حكيت وراه، حكينا قابلته وحكينا، حكينا شنو هي الديفوت اللي فيه هو وشنو هي الديفوت اللي فيها انا باش نشوف شنو هي. حكيت معاه الاخر بوضوح، هو رجع انا كل حاجه رجعت فيا ونديري ما بعدتش عليا، خاطر انا بالحق ما نسيتوش. اي مشيت حكيت مع اللي كنت باش نعرف بيه وحكيت له الحكايه الكل. بون هو من الاول لي وما نعرفش ليه، بعد اقتنع ما ينجمش يخو وحده ما فماش مشاعر بيناتهم. باهي معاك باهي. كي رجعت له انا حسيت توا ثلاثه ولا اربع اشهر حسيته تبدل، ما عادش كيما قبل الجمله، في كل شيء، في اللهوه، في التليفون، في الاحترام، وانا زادك حكينا كل واحد حكي دي فوت الاخر، بديت نقص انا ما عادش نقارن وليت نحكي بالسياسه فوالا. حاولنا نتبدلوا الزوز معناها، واقتنعنا الزوز اللي الزوز غالطين، يمكن هو الغلط نتاعو اكثر، اما غالطين الزوز. انا اللي بقى مخوفني انه هو خفت، خايفه اللي يرجع كيف ما كان، خايفه اللي يكون هذا من اللهفه نتاعو اللي هو حسني باش نبعد عليه. فما شكون اخذيني منه، بقيت متقلقه معناها، بقيت عرفت شنو هي بين النارين. ايه وحيرتني الحكايه على الاخر، وحسيت ليها ولا اربع شهور مكيفين اني انا نعرفه هو ايش كنت تبدل بالحق ولا لا. باهي باهي. سا عندي عندك استعداد باش تتبدل ولا انا ديجا دقي نحاول على الاخر، ميم حتى قبل ما نخرج الكلمه نركز فيها. انت فايقه فايقه، اللي فما مشكله صغيره، هي مش مشكله كبيره، راهو انه الانسان تكون تباعه حاده شويه، والا الديسكور نتاعو ياسر ستريكت وديريكت، تفهم فيا؟ والا معناتها كي يتكلم يتكلم وهو منفعل، عارفه اللي هذه هي مشكله. اي في علاقه الراجل بالمراه، ولا في علاقه المراه بالراجل. باهي هذايا، هذه نسميوها يا سيدي بونسين، انه واحد يعترف ويقول انه انا يلزمني نتصلح باش نصلح المشكله هذه، وسي با فاسيل بشويه بشويه. غاس تو انت علاش رجعت لخطيبك الاول؟ ما نسيتوش حتى لحظه، حتى دقيقه. تحب اي رغم اللي انت تعرفت على حد اخر، هو في البريود هذيك اللي انت تعرفت فيها على حد اخر، تعرف على واحده اخرى؟ تعرف على ثلاثه واربعه. ثلاثه واربعه به. الزوز سعيتوا انكم تتعرفوا على اشخاص اخرين، ما نجحتوش. لا انت له. ايه متاكده انه السيد هذا يحبك ولا الحب؟ متاكده منه انا. به. وانت متاكده من روحك؟ متاكده على الاخر. تنازل من عندك انت وتنازل من عنده هو، مليش خايفه انت؟ مليش خايفه؟ خايفه خاطر بقى سنين برشا متبدل، راهو برشا سنين بقى متبدل فيهم، خايفه انه هو ما يرجع كيف ما كان، جست تكون الحاله نتاعو هذه، خاف لي انا باش نتفك منه باش نمشي على روحي مع الشخص. انت سامحني، خذ وقتك، خذ وقتك. فوالا هذيك علاش انا اربع شهور ردهم، ردهم ثمانيه اشهر. لا لا مش ما توافقش نقول لك عاد، لا 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 تو انت تحبه ويحبك، كي تقول له ما نوافقش الا ما تتبدل، ديجا هنا عقدت المساله. ها وشنو ها وتقول ها الفرق بين الحده وبين مش حده. اي سيدي ما رجعتوا لبعضكم، ما تنجموش تعيشوا من غير انتم بعضكم. وقت اللي يقول لك يجبد لك على العرس ما تقولوش انت لا ها 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 توا مش توا خاطر يلزمك تتبدل، قول له اوكي عزيزي ان شاء الله، وهنا مازلنا مع بعضنا نزيدوا نفهموا بعضنا اكثر، ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو، يعني بسوبليس شويه سوبليس هكا تو تتفضل. اما تقول له لا كيما تحكي معايا انت توا، لا انا مش عرس توا خاطر انت يلزمك تتبدل، ربو هك
انا متاكد ان الحكايه كلها في الفاسون، في طريقه الكلام وطريقه الانفعال. هذه مشكلتك انت وخطيبك، اي ولا مو صحيح؟ قل لي صحيح بالحق. الفون موجود، ما قلت لي تحب ويحبك، ايه الباقي كله يتصلح، مش مشكله. ما انت وسع بالك معاه لا وسايس روحك. يا بنتي علاش طلبت؟ طلبت خاطر حبيت نحكيها الحكايه، خاطر حسيت روحي ما نعرفش، ما حكيتش الحكايه الجمله اللي انا تعرفت على شكون اخر من بعد وكل شيء، ما حكيتها لحد حد، معناها طر الفني نتاعي. باهي وليت خايفه انك انت ايش بدك تحكي هكا الساعه؟ كيف وليت انا خايفه من الفمين تاعنا، خايفه. قلت له قلت له قال لي هيا نعرسوا، قال لي هيا نعرسوا. اه وانت ايش تعمل له؟ ايش قلت له؟ هيا نعرسوا، هيا نعرسوا باش كذا. قلت له لا مانيش نعرسوا حتى انت تتبدل. عرفتك الصون تاع ويندوز هذاك لاباز فيغال تا تا تا، حتى اللي تقول في اللاباز فيغال نتاع درا شنو هذيك في ويندوز كيفاش تقول اشرف فيها؟ ايتي ميزا جور فوالا، تقول فيها بحال هي لاباز فيغال دو تا 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 الايتي ميزا جور، فهمت؟ انت في عوض تقول صباح الخير، صباح الخير، نهارك زين. اوكي فهمت، انا كنت كيف قبل لك وتبدلت، كنت اللطف لا يوريك. قول لي صباح الخير، صباح الخير، فهمت؟ أدل بشوي بشوي باهي لله. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو لله. إلى اللقاء، ماضي ساعة وثلاث دقائق على موزايك اف ام. نستنى تليفونكم على الرقم 71 113 1000 71 113 1000. صديقنا شاكر في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 71 113 1000. صديقنا أشرف أفندي في الديجيتال وتأمين البث المباشر على الفيسبوك، وصديقنا صالح في الإخراج وهندسة الصوت الليلة. وكالعادة معاكم مول البير اللي هو أنا سي علاء، أنا هو مول البير، وكل ألف واحد اللي هم قاعدين توا أذوكم أصحاب البير يركشوا كل ليلة في البير ونبدأ نسمعوا. وكي نوصلوا أنا نعرف وقتاش توصلوا لسبعة آلاف وثمانية آلاف وعشرة آلاف، راهو أنا نعرف راني كيف فما حكاية. عاوش نبدأ واضحين مع بعض، الأيامات كلهم حكايات عاديين ما فيهمش لا كذا لا كذا. تلقانا ألف، ثلاثة آلاف، ألفين ونص، كان طارت 3700، وكان جي حكاية كاسحة صدقوني صدقوني 8000 10000 نضربوهم في تقريبا في 10 دقائق تلقى 10000 في الديريكت. اي نركحوا الجو ولا نبدلوا الجو؟ وراه تركيح الجو وتبديل الجو مش بيدي انا، انت والتليفونات. كان يبداو تليفونات تبعوا بعضهم، تو تجي الحكايات الغارقه والمشاكل ودرجه. كي تبدا كلام انا متاكد اللي الليله كلام، الليله رايده ما فماش حتى شيء. اي سيدي نرجعوا لكم يا سيدي بعد قليل. وسي صالح، سي صالح شعلنا عنا هذا شنو؟ شنو تو صالح؟ انا ندندن وانت تتهل في الميكرو. قليل غار عليها من ابيها، ها من ابيها وامها. هو حلو صوته، تعرف والله بالحق صوته طياره برشا. يلا ماضي ساعة و26 دقيقة وزي كفا، نستقبلوا المكالمة الهاتفية الموالية على الرقم 71 113 1000. ألو مساء الخير. ألو يا عسلامة. ألو عسلامة، عسلامة لله، مرحبا بيك. اسم أختي المستعار نور. نور مرحبا بيك، قداش عمرك لله؟ 39 بيانتو 39. مرحبا بيك لله، الله يخليك. اش تعمل في الدنيا؟ نخدم ريسبونسابل كوميرسيال في سوسيتي. ماشي كوميرس ولا صفا داير دولاب ولا كريز؟ كريز بيريود، كريز بارتو. هي ما كريز بارتو، كريز بارتو. وحنا خاطر نعملوا دي زامبورتاسيون، دونك مشكل في الامبورتاسيون في تونس بصح بارتو. ما هو لي برودوي امبورتي يستهلكوا نزيف نتاعنا صعبه. ديجا الدولة ماشية، السياسة الاقتصادية كلها ماشية نحو معناتها توريد المواد الأساسية الضرورية، دويات كذا، بالرغم اللي في السوق تمشي توا في السوق تلقى الفستق، تلقى الحلوى، تلقى الشوكولاتة، تلقى الدنيا كل معناتها. ومن بعد يقولوا موارد الدولة مستنزفة من الدوفيز. يا خويا وقف خويا المواد الكماليات، خليه الأساسيات تتحرك الأمور، رجعوا مش مشكلة. هاي ان شاء الله خير، وكا هو ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله. هاي لاله اش هي حكايتك؟
حكيت حكاية. أنا ايش اللي حكيت؟ والله أنا أول مرة سأنشرك في إذاعة ماني، أول مرة كيفاش خطرت أول لك مرة في بجهربي باش حياتي. تهز التليفون وتتكلم؟ والله تيلمو مصدومة، عرفت تيلمو مصدومة؟ تيلمو أنا كل واحد في الدنيا هذه مصدوم من شنو؟ لي لي بون، هنا شخصيتي قوية تيلمو، عرفت تيلمو أنا حساسة وبكية اللي في الآخر شخصي وأمي أوفو، معناتها أوفو أنا حساسة، مي عندي مواقفي وشخصيتي قوية بربي دقيقة، الحمد لله. مروة معافي قالت عليها خبير اقتصادي من دور ودور، إلا اللي راه مهنة الصحافي. أو سي عبد النال، ها سي نيل عبد اللطيف يسمع فينا تو، شاهد فينا وخبير هو في الجباية وفي المالية. أختي راه صحافي، يزمو منين دور ودور، يزم يفهم شوية في اقتصاد، شوية في السياسة، شوية في المجتمع، شوية في علم النفس، شوية كذا 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 كذا، باش وقت اللي يبدا في حوار نهار يسأل حد ما يتكونساش ويقعد واقف، لازم يعرف كل شيء. ما يحيرش بيان سور، لازم يقدم معطيات صحيحة. وقت اللي قلت المواد الكمالية تستنزف الدوفيز في العملة الصعبة في البلاد، بالحق أنا اليوم نمشي العطار نلقى فستق ونلقى حلوى ونلقى شمية من الأردن ونلقى ما نعرفش جلاس من دبي ونلقى ما نعرفش درشنو من انجلترا والاخر من فرنسا، وبعد نقولوا البلاد باركه معناتها. حتى الياغورت يجيبوا فيه، ياغورت المره اللي فاتت امبورتي اكثر شيء من الياغورت امبورتي. اي لله، برا ندخلوا في الموضوع نتاعك لله. والله ماني عارفه منين نبدا. قل لي شبيك شبيك شفما؟ ايش فما يا بنتي ايش فما؟ انت قلبك مهموم وتتلهث من قبيله، ايش فما يا مدام؟ شو؟ أنا متقلقة بون، أنا برشا من شنو؟ بون أنا ما عرفت منين نبدأ نحكي لك يا ربي. يا بنتي شنو المشكلة؟ أنا بون أنا عرفت راجلي عمل في 2007، ظهر لي عرفت راجلي عام 2007، تخطبنا 2007 تخطبتو؟ أي عرفنا 2011، عرفنا 2014. ايه معناها نحبوا بعضنا كوا. لو بروبليم سكو وقت احنا مخطوبين ما نقبلوش بعضنا برشا، معناها فيو خدمته هو، معناها طبيعة خدمته. ايه كانت مقلقتني صحيح الحكاية، مي معناتها ديما نقتنع عليه فيك طبيعة خدمته معناها. وديما كي نقول له معناها كي انا نتقلق والكل يقول لي نو راه كيف نعرف سي با لا ميم سيتياسيون، باش تتبدل ومش كيف كيف، وباش ننظم وقتي وباش وباش وباش. ايوا بعد العرس معناها سيتي لو بير، معناها بالعكس زادت الحكايه. زاد في شنو سامحني؟ معناها زاد مش معناها هو تبدل راسه صحيح. لا ها معناها ريت حكيت انه وقته ديما مش موجود. خل برز وجه هكاك يا مدام، في نعرف تي نعرف موجودة، اذا نقول لك معناها انا جو سي با كونت، اما انت معناتها باللي باش يكون انسان وقته معناها خدمته وطبيعة خدمته سافا با، معناها الفو تروفي ان ارونجمون باش انت كيما تعمل بروجرام خدمتك تحط اون كونسيديراسيون اللي انت عندك حياتك، عندك مرتك وزهرك، عندهم حق عليك. بيان سور هذا معقول، لا لوجيك دي سا. اي لا لوجيك يقول هكا ما معقول. لو بروبليم سكو معناها عاطي كل شيء لخدمته، يعطي حتى كي تحكي معاه يقول لك خدمه، وينك نخدم؟ شبيك ما تقلق خدمه، علاش ما تقعدش مع صغيرك خدمه، علاش ما تقعدش معايا خدمه، علاش ما تروحش بك، معناها ديما السجن نتاعو. وهو بالحق خدمه، وهو بالحق خدمه. ما هو إيفكتيفمون سي علي البروبليم اللي أنا معناها كي سيء، خاطر سامحني أخي أنا معرسة باش نقعد وحدي أنا وصغاري، كي من الأول أنا معرسة وأنا معناها ما عنديش صغار وأنا وحدي. إي وجبت الصغار وربيتهم وحدي وأنا وحدي. إي معناها أنا كي نفد معناها نقعد وليد ديما نحكي مع روحي، معناها حتى تبدا عندي نحب نحكي حكاية ولا متقلقة ولا حاجة نحكي لروحي. معناها معناها وليت نحكي مع روحي، وليت جاناليز وحدي، وديما تلقى رايي انا كي دومي. معناها يحكي معاك راجلك ولا استنى استنى بعد الخدمه كي يجي راجلك يعطيك من وقت يلقاني ريقدا يلقاني ريقدا نهار السبت ما هو ما يخدمش ما لا 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 افكتيفمون
بطبيعة خدمته سبت واحد زاد يخدم. شنو هي الخدمة هذه اللي يخدم فيها؟ فهمت شنو هو البروبليم؟ اي هنا عندك مشكلة مدام بالحق. معناها بون ما نعرفش نجم نقول على بطبيعة خدمته. لا لا مش سادش ما فماش حتى مشكلة، نجم نتفاهم. أما لله ايش نقول لك؟ فهمت المشكل معناها اين بون، معناها كي نجي نقول باهي معناها لازم يخدم وخاطر فما ديزونجاجمون. ايوا انا وصغاري وينا معناها. عندك حق. مفهوم. معناها انا الحكايه هذه معناها باللي نحكي معاه يقول لي اي مي بالك خدمته فيها ضغط كبير الى درجه من الجمش يخلي مكان للعائله. شو افتراض معناها ايه يقول انت وانا شو ذنبي معناها شو نحكي ايه حكيت معاها شو يقول لك ما حاولش عملتي محاولات يقول لي مي ما 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 بالنسبه لي انا ما ريت حتى تغيير معناها بالعكس معناها حتى مرات معناها تكبسو. لا يزمك تكبسو شوي. لا سامحني خطر صغار وعندهم عليه حق وانتي عندك عليه حق. والله يا علي أقول لك حاجة، ولدي عمره 4 سنين ولدي عمره 4 سنين هو يروح بينا معناها يروح بينا يحطنا ويمشي. يا احنا نبدأ مروحين شفناه يقولوا بابا احنا وين مشينا يقولوا للدار يقولوا لي بابا احنا وين ماشي معناه شنو يقصد بسؤاله معناه انت وين ماشي يعرفوا باش يطيشوا في الدار ويعاود يخرج راجلك هذا كي تقول له نخرج ونتعشاو مثلا يخرجك تتعشى معاه انت وولدك ولا باتوجو معناها لازمني انا كي معناها بروبوز ومعناها والاكثر معناها تلمون الخدمه هذه تجيب له برشا فلوس ولا لا في سهل البروبليم معناها ديما نخدم وديما نخدم معناها ليه معناها البروبليم تو انا كان ما هو علاش نقول لك برشا حاجات تحس بكونتراديكتوار معناها مرات كي نقول له مثلا على معناها مرات اخر انا مرات حاجه نحبها دي من عنده مش انا نطلبها نحب انا راجلي يقول لي اذا نخرج اذا شوف نقول لك حاجه مدام الرجال اون جينيرال بعد العرس يتبدلوا حتى النساء زاد اما الرجال يتبدلوا اكثر انت مهتمه بيه ولا كيفاش نجم استنى لا دقيقه اش قلت لي لقيته معناها بحبيه لا فهمت قصدي نو مش نقصد هكيك سامحني ايش نعرف لا شوف كيفاش نجم تجبره للدار وتشده في الدار حتى ولو عنده ضوابط مهنيه وقتها ينجم يلقى وقت اللي بالك ماكش موفرت له ظروف مريحه في الدار بالك زاد انت نسيته بالك زاد انت مهملته شويه شي نشراو اذا كان واحد فيه العيب هذا يتصلح راه يولي يصب دم قلبه كل في الخدمه يولي هارب من الدار سامحني سلتك في حكايه كيما هكا الله غالب خاطر برشا سامي في قوش يهملوا رجالهم يولي الراجل من الصباح لليل وهو في الخدمه يقول لك الكرفي ها باش تولي لي قضيه غادي ولدي يبكي ولدي درا شنو والمراه تقنقن وكذا انا ديجا اللي قلت لك معناها انا بعد صغاري معناها قلت لك معناها انا اللي هي ليهم معناها انا اللي انت لاهية مدام قبيله تقول لي انا لاهية بصغاري لاهية براجلك انت يا مدام ولا لا جبت عليك انت لا انت مدام لاهية براجلك ولا الحق نتاع ربي والله راجلي ماهوش موجود في الدار باش نتلاها به لا هو هذه مشكلتك عاد انا جينا توا احنا للدماله باش نفقعوها ريت مدام قلت لي راجلي مش موجود في الدار حتى انا باش نتلاها به نقلب لك السؤال راجلك يا مدام مال علاش هرب من الدار؟ مش هرب انت اللي تحكيهم علاش راجلك ما يجيش للدار وعاطي دم قلبه كل في الخدمه؟ جرب وهو مروح للدار لا هو يقول لك ظروف وخاطر لازم نخدم وناقصني ونرجع مع كل شيء يفسرها انه ظروف وظروف وفي الاخر يقول لك ما فماش فلوس معناها هو طول الطون معناها ناقصه فهمت ايه مدام حاول انت تتلهى بيه وتوفر له ظروف ذكروا اطرمه من غير ما تلوم عليه ذكروا اللي انت لهي بيه انت مرأة مش انا مش اقول لك كيفاش تذكروا اللي انت لهي بيه انت تعرف كيفاش تلهى براجلك بيان سيغ نعرف اذا كان ارجع وقعد في الدار اعرف راهو الديفو شويه منك انت واذا كان الراجل ما على باله بحد شيء وزايد لقدام الفو متر فان الحكايه دي لازمك توقف الطيار هذا باي طريقه سينورا وراجلك باش يفلت عليك فهمتني ولا ما فهمتنيش فهمتك
بالقدي بالقدي ولا والله فهمتك يعني قلت لك ما راح ند يجرب حاول يا مدام. هي مش مشكلة حاول حاول انا خاطر ما مش معناه حاولتش معناتها انت. انا ما حاولت ما زين لا حاولت ما العفو يا ليه ليلى، ما قلتلكش انت ما حاولتش، زيد حاول بس اعطي، خلي اخر امل عقده فيه النواره ما انا اذا واصل قلتلك انا معاه. اقول سامحني انا اقول مثلا انا انت علاش ما مثلا في سيبا انا سامحني، حتى هو لو في الخدمه اقترح يطلب، سامحني وهو في الخدمه يطلبك شي 6 7 مرات يسال عليك ولا اي؟ با تو لو توك يطلبك في النهار قداش من مره يسال عليك؟ المعدل قداش؟ لا لا البريود الاخرانية خاطرنا معناها ديما فما دي بروبليم دونك قبل لي بروبليم، قبل لي بروبليم يطلبك اي كان كان 10 مرات في النهار اقل شيء. لا مش عارف لا يلزم وراسك انت اكثر من 10 مرات سينو ماهوش دليل. انت تطلبه ولا؟ لا مش ديما مدام امرجو بالتليفون تشوف وينك، في حوالك، اش عامل، تعبت، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله ربي يخفف عليك الخبزه، والله توحشتك، والله ياسر كليتك الخدمه، يجا بكري شويه اليوم نتعشاو مع بعضنا، ولدك يشوفك نقول له وتلعب معاه، هكذا تي مدام لينها شويه راهو ينجم، ها؟ حاول حاول اذا حاول. نقول لك حاجه، اي. انت مرات كي تعمل هذيك المحاولات يزوكم عليها، اي. كنت من الاول نعملهم. مي تيلمو توجور لي ميم ريبونس باهي عندك شك فيه انت اجا لي لهنا عندك فيه شك مش عندي شك فيه هو مي خاطر صاروا دي تروك مثلا عندك خاطر فيه شك ولا شك ما كيف صوص معناها شك معناها شك تشك في راجلك والا لا شو دونك نشك مثلا انه معناها بالنسبه لي انا خاطر سديت معناها بارك انه هو فما كليونات عنده معناها مسيرة او كيك سوا معناها تو في تونس نورمال معناها معرسه ولا مش معرسه بحكم انها تتعامل معاه تلقاها تحكي معاه بالتليفون اتو مومو تبعث له دي ميساج معناتها ظاهرين ماهوش نتاع كليون عنده وشديت بار بروف وكي نشدو بار بروف لا ريبونس معناها مجان خاطر شنو هي جاوبني يقول لي يقول لي خاطر تبيع خدمتي انا نتعامل مع اوكي انواع تاع عباد وقول له انا سامحني تنجم تعامل مع برشا عباد ما تنجم تعطي حدود لبرشا عباد سور دي ليميت معناها مش بيش. انت معناها بالنسبه لي انا كي انت تعطي معناها المساحه للمراه انها تتمادى معاك في الكليم ولا كيفاش معناها تحكي معاك بالنسبه لي انا هذيك معناها موك دوريل مرتك معناتها اكزاكتومون عندك حق شهادة مدام معناها حتى انا ما فيقس بيها معناها مدام نقترح عليك اقتراح نهار الاحد انت تستدعى راجلك على عشان تو متعركيني مستحيل خاطر اي وانت متعركين تستدعى ما يسالش لا ما تطلبش طلاق ما تطلبش طلاق مستحيل لا ما تطلبش طلاق ليه طلبت تيشا؟ ما تطلبش لا تراجع مش مشكل ارخ دفرانتين ما نجمش ما خاطر بس كمل احكي لك يا مدام انت تعبر فيك وداخل بعضك باهي كمل اي كمل كمل ميسالش ما هو لكن لا لا ميسالش ميسالش نسمع فيك ميسالش تفضل شو جاي تريزا مطوح خاطر اشطر العائلة التونسية هك انت هك تكلمت غيرك ساكت برشا مرات صافي اللي ولدي عمرهم انا هادي جات 3 سنين تيلي خاطر فقت معناها فما مراه معرسه بوغتون كليونت عندو ديما تطلبو معناها ونحسها في اوقات ما هيش معناها ومرات في الدار يعلق عليها وانا نشد كي معناها يجي تليفوني يعلق سبحان الله صدقني لا عندك حق عندك حق اي تليفون ونقول هذيك شكون نلقاها مراه شكي انا بيان سور شكون هي كليونت بعد نجي نشوف تليفون ونلقى دي ميساج معناها لي ميساج نتاع ماهوش نتاع كليون تاع عليا معناها نتاع كليون شو ما لي ميساج شو ما لي ميساج شفيهم تي وينك تشبيك ما تهزش عليا تي زحمة معناتها سامحني في الكلمة اللي خاطر معناها نتاع انا بالنسبة لي نتاع واحد خارق برشا على انسان اي ما فماش لي ميساج دموغ ولا حاجة دايما مرات نلقى اي فوالا شوف مدام اسمعني معناها من عندهم مش أيه من عندهم من عندهم مش من عندهم من بالنسبة لي أنا أقول طوك هو يخليهم يحكوا كيكا معناها ينجم في التليفون يحكي معاهم هكيك اسمعني
يا اخي يا اخي انا تلمو قارني ما انا بس هذيك خاطر تجو لا ميم ريبونس، انا ما يهمنيش فيهم، خليهم يعملوا يتعبوا على بعض على رواحهم، انا نعرف روحي. قولوا هذيك معناها ما هوش تبرير، معناتها انت فهمتك. رغم الموقف انت ترضى مرتك، معناها راجل يتعبن عليه تخليه يتعبن، معناها اي ما جيت يجيش، لا لا ما خاطر يجيش. في بالها ليه، دونك ايل سون فو. اي عندك حق، لا عندك حق. معناها انت، معناها انا نجم انا انسان، معناها كان في مخه باش يتعب ولا باش يعمل حاجه خايبه معايا، وانا نعمل له حد، معناها يولي ما لا بيناتنا لا ريسبي تعمل له وكرا. حد بيان شور، تفرض الاحترام بيان شور. يعطيك الصح، لان امراه مش على معرسه خاطر ما تسمحش خدمتي. لحتى راجل اخر باش يعطيك الصح يطيح وقولوا، معناها مقدر والا يعطيك الصح تحط له وقولوا انت حدود. ترضى. هو اي زاد كيف اي كيف قتلوا وينك ولا انا درا نقول شنو، له، وهو ما جاوبش لهنا ما فرضش الاحترام ليك انت انا بصراحه. نقول له، لازم يجاوب، نقول له، مش يسكت، نقول لازم له يجاوب يقول اي من فضلك يا مدام عشان تطلبني في الليل ليه عندي سامحني. انت فلا مش انت تفديك. لفيت انك تسمح لها انك من مره جاي تعاود تطلبك في وقت صحيح، مش مناسب لا عيب، ومش بتاع وتهز لا لا عليها، بيان معناها سور، معناها انت اعطيها فوالا انت سيرفيس عطيها ولا الفذاذ. باهي شوف مدام ايش تحب، تحب تقطع حل انت ولا ما تحبش؟ ما تعرفش ايه المشكل؟ اي انا وليت نتعامل باغ بيك لا معاه رد بالك تخسر راجلك، وعملتها. ورد بال اسمع رد بالك تخسر ليه راجلك عملتها؟ مش اذا وتخليه قلت حشاك لازم ما تخليني في وتخليه الغلط، لا مش عملتها، شنو. معناها اني انا غلطت نص لا لا نعرف نعرف، مش نقصد غلطك، نعرف. ما عملتها، ما وليت نعمل فازيت باش نغيبوا بيهم خاطر هو لا غالي، معناها بس. لا مدام ما تعملش هكاكة، اخذر لي هكاكة تخلي راجلك لقطة سايبة للي تسوى واللي ما تسويش، للي معرسة وتحب تصحب على رجلها، معناها نحس وللي مش معرسة وتحب تصحب راجل معرس. ورد بالك تعطيهم فرصة البنات هذوما يا مدام. ها نقول لك شنو، مو انا بالريبونس نتاعو نولي نقول جو مفهوم، معناها انا كرامتي قديش ليك وكل ما معرس تسمح لي. قد. لا 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 طايح كرامته قدام راجلك، شنو الكرامة؟ كرامته قدام راجلك تشوف راجلك باش يضيع عليك، تفهم فيا، وتسيب هنا انت وقت ما طايح انا من كرامتك. لا لا دافع عليه، كان يستحق، كان جاي خاين الراجل هذا بصريح العباره، معناتها شديته بالكمشه ولا كذا، دار فيه الخدمه اللي يخدم فيها، فيها شويه بنيات وفيها شويه كذا، الرجال عرضه لهذا والنساء عرضه لهذا، المسموح به كان فما دي سمباتي معقولين اوكي تتعدى، اما هذه مكالمات عقبه الليل وش بيك ما تجاوبنيش وش بيك كذا وهو ما يجاوبش، لا احنا توقف الطياره عند حده ويزم كل واحد يشد بلاصته، كل واحد يشد بلاصته. انا من رايي مدام تستدعى على عشاء راجلك بدعوه منك انت وتحكي له اللي كنت انت بربي سما جاه ربي جاوبني على السؤال هذا، علاش حكيت لي الحكايه هذه؟ علاش؟ ما تبكيش يا بنتي ما تبكي، علاش حكيت لي الحكايه هذه وما عمرك ما حكيت في راديو ولا عمرك اي تجرأت فهمت هزيت التليفون اي وكلمت موزايك وتحكي لي في الحكايه هذه نتاع راجلك؟ علاش؟ تنقول لك، تنقول لك المشكله وين؟ علاش؟ ما لازم تقول لي علاش يا مدام. أنا قلت لك علاش؟ خاطر ما عمري ما تصورت معناها اني انا وياه نعرف نوصل على العلاقة معاك. امان وصلت، وانا وصلت ما عمرك ما كنت تتصور توصل انك انت وراجلك توصل معاه في علاقه كيما هكا، الوركو انت ما عمرك، اسمع الوركو انت ما عمرك ما حكيت مع راجلك سانسيرمون بالطريقه هذه، قول لا الحق لا حكينا هكا حكينا بالطريقه حكينا. هذه وانا ريتني انا معناها نحكي صريحه برشا واكثر من صريحه، معناها جريئه اكثر من اللازم. لا 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 ماك جريئه اكثر من اللازم، انت تقول له لا الحقيقه جريئه مع راجل، لا جريئه مع جريئه معاه، نحكي بالك ما يحبش نحكي الجرأة الراجل، بالك يحب الهمس، ما انا بالك يحب اتقبل، انا الرموز. عندي فوق، انا عندي دي اي فوق، انا نرفوزيه برشا سيرتو انسان معناها نحسو يجبد عليا بالدم البارد، فهمت؟ انت انت تتعامل معها بحده بصراحه؟ اي خاطر يوترني، يوترك هذه مشكلتك يقهرني وكل معناها كل. اسمع هذه مشكلتك يقهرني. يا مدام اسمعني اسمع، انت قديش لك معرس؟ 5 سنين. 5 سنين، انا مجرب اكثر منك. طب هذه مشكلة الكوبل التونسي الكل، واحد يطلع الاخر يجبد من المرتاح، الاخر يجبد من المرتاح، الاخر يسيب البلاد نتاع الدنيا الكل ويحاول يوترك من غير ما انت شاهي انك تتوتر ولا تتنرفز، يوتر لك اعصابك ويخرجك من سينتك. راه باهي تو انت تعرف طبيعته، بدل التكتيك، شو وجدوا تكتيك مدام؟
بدل التكتيك كومبليتمون. ما تتنرفزش واعصابك ما تتوترش. انت مرت والله والله تنجم تجيبوا الاثنين وتحطوا كل خاتم في صبحك من غير حتى مجهود، لا عياط ولا تقنقي ولا مشاكل. ما نجمتش لا تنجم تنجم يا مدام الا ما تطيحش في البروفوكاسيون. ما تطيحش هذاك يدز فيك باش تنهار، يدز فيك باش تنهار، هذاك يدز فيك باش تطلب الطلاق وتطلب اللي درى شنو ودرى شنو، يدز فيك هو ويدز فيك. ما تعملش هكاك وما تطيحش في الجو هذا. شونج دو تكتيك، شونج دو اتيتود، بدل طبيعتك معاه، بدل طريقتك كان تحبه. واذا كان ماهوش يخون فيك، نقول لك في الكلام هذا سي سولمون سي انت تحبه وهو ماهوش يخون فيك، وقتها تبذل مجهود، بدل تكتيك اي تو فوار. اقسم بالله العظيم ما تجيبوا الاثنين، خمم في صغيراتك يا مدام، وخمم في راجلك، وخمم في راجلك. واسمع ما تخربش دارك، ما تخليش اللي تسوى اللي ما تسواش تخرب لك دارك. راهم يعملوها بالعاني، راه في بالك ولا؟ اي اخر واحده عمرها معرسه وعندها زوج صغار. اي لله معرسه اي وعندها زوج صغار وتعمل بالعاني لله، وتقعد مع راجلها وتخرب لك دارك، انت تطلقك من راجلك راه لغايه في نفس ساقه. تحكي معاه توت لا جورني حتى للي يروح من البيرو. يعجبك الله. كنت سأجل هاوي ما هاش با كومبري، وكي سألته قال لي نعمل فيها باربيك. اي فوالا، ولا التدفي ولا التحدي خربان البيرو. معناها احنا وصلنا للستاد انا ولينا نتعاملوا مع بعضنا باربيك، معناها جوست اي والله. اي لله، خطك خطه هجوميه. ابو بكر يقول لك بدل الخطه، بدل امشي للهجوم. علاش الدافع برا؟ خلينا نقرا لك شويه كومنتات. لحظه برك اقعد معايا، ما نجمش ناخذ مكالمه ثانيه. نكمل ما نجمش مكالمه مره بعدين. اي سيدي تبع معايا، برشا ناس متفاعلين معاك. فراح تقول لك من غير عرس انا مجربتهم النوع هذاك لين درش. والله مش واضحه بربي يا فوزي، منين شريت الماريو؟ تشري من تونس يا فوزي برا، عمل دور تطلق الماريو منين شريته؟ منين شريت الماريو؟ ها فوزي منين شريته؟ من تونس. باهي شكون عنده خبز؟ نحب نعمل عجه جعت يا فوزي، حتى انا شعت خبز بجوي بجيبوا لك في ندخلوا من التليفون الخبز ونجيبوا لك. منين نجيب لك خبز؟ اقعد معايا مدام، خلينا نبدل لك شويه الجو كي باش ما تقعدش متقلقه. شنو هو مكتوب على الماريو اللي علاء؟ والله ما عمره ما قلت جود good old days، good old days. باه شو مكتوب؟ باه لازمك تاخذ الامور بدم بارد. يقولوا لك زاده، قالوا لك لازم لازمها تبخر له يا سي علاء، هو يدخل ويا ترمي رشة بخور في الكانون. والله البخور باهي، تعرف ايش باهي البخور؟ انقل الريحه الطيبه. تبعني يا مدام، تبعني الريحه الباهيه في الدار راهي تلين القلب وتبدل الاتموسفير وتخلي الانسان. اي انا ديما نعمل هيك، يعطيك الصح حتى وانا وحدي معناها، يعطيك حتى مش بخور يا مدام، تبدلوا البارفان يا ديك ربي. بدل البارفان ديما البارفان، بدل البارفان يا مدام اسمعني، بدل شويه الديكور نتاع الصاله. ايش نقول لك؟ حط شماعات، اسمع حط شماعات افطر وحطه له بشماعه وطفي الضوء، خليه هيك العش معاه سيدي. والله سامان ايش نقول لك؟ والله سابو مارشي. استناني باه مشكول له، يروح لوقت فطور لوقت عشاء. تو يولي يروح، تو يولي يروح وقت فطور وقت عشاء. عملناها راهو تقول لك طلق وارتاح، انا نقول لك لا لا يا لله، ما تخربش بيتك، اعطي فرصه. لا 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 اعطي فرصه لروحك، يهديك ربي اعطي فرصه بشويه. اعطيت برشا فرص. سامي يقول لك حتى انت ياسر ضعيفه شخصيه، هو قال هكا بيتيتر. يعطيك الصحة ولا أختي ربي لمشمكم. ملخص الحديث تقول لك ريما، ملخص الحديث أحقروا راجلك واحسبوا مش موجود، عيش روحك ولصغارك. أنا نقول لك لا ما تحقروش، حاول معاه نطرفوها ولا يزي من البكاء. منال تقول لك واقف روحك، تي واحد يبكي بيان سور، الله غاز هذا واحد يحس، واحد عنده قلب زاد. ما عندي فول مو خاطر انا ما نحكيش. اي انوار تقول لي ايش عندك وقت خويا علاء؟ لا تم ساعتين غير رجعين على موزايك.
كوكو تقول لك رد بالك، تبكي راجل الخاين ما يستاهلش حتى مش دمعه. خاين، ما هوش خاين. اسمع اسمع، تي نساء زادة، واسمع النساء يفلتوا الراجل ولا الرجال يفلتوا النساء. عبد الصمعة اللي يقول لك الاختلاط الزايد بين الرجال والنساء هو اللي يورث المشاكل، صحيح، بين الرجل والمرأة، وهو اللي يزيل الحياة سواء كان راجل أو امرأة. صحيح، سا سي فري. خصال بالمؤمن تقول لك الحياة الزوجية، فوالا، تقول لك الحياة الزوجية راهي كفاح وتضحيات، أعمل عشان رومانسي وتشوف. والله بالعكس، تجرب يا مدام، تجرب. كميليا تقول لك بالأخص لما يكون فما أولاد لازمك تفكر ألف مرة ومرة. هذيك اللي وقفني انا. فوالا، يفك علينا من مريول حتى هو البوتيك، نتمنى المريول تي زين عاد من حكايه المريول هذه. بيتي مريول نورمال، والله اقسم بالله شريته بقداش شريته، والله ماني عارف، نسيت، ماهوش غالي برشا. قلت لك رد بالك منه، ما تطلقش على خاطر صغارك. سي تيسون يقول لي وقتاش تزرع شعرك يا علي؟ والله ان شاء الله على قريب. نورمال، اسمع نورمال، ران شعري يطيح نظرة عادي، ما يقلقنيش، باش تشيخوا عليا وتعملوا عليا جو نورمال. انا راضي بروحي هكا، نحب نزرع شعر نزرع، نحب نعمل ضربات بوتوكس راهو نعمل، ما يقلقنيش، نعمل اللي نحب، حتى ما عندي حتى مشكلة. تحبوا تعملوا عليا جو وتنبروا، صافي فانتو 20 سنة وانا في الخدمة دي، وتنبروا وانا شيخ وعمل جو، وانتم شيخين وانا شيخين الناس كل عامل جو يدي سانك سانك. هاي نكمل مع جماعة التعليقات باش ما يتغشوش. شنية الاخر، خلي ثقتك في ربي، يقولوا لك من قتلك لك ترشق لهم البويه في الكنون عليه يا بنتي تعذيب الحيوانات. تي سوهم البويه وحكاية الفارغة، ما تبكيش وانت متوتره، ادرى شنو. اسمع جماعة، ولا تعرف تعطي في النصايح كي نقرا في الكومنتات، ريت يا اشرف، ريت كل ولا تعطي كل شدت فيه. رد بالك منه، ما تخممش في الطلاق على خاطر الصغار. ايش قالوا لك مروه؟ تقول لك الشمع الشمع الاحمر يا مدام والبرفان، ايش بي اخذوا شمعات حمر ريحتهم طيبه وريحتهم منين، بدلوا البرفان. قال المراه لازم تتلهى بروحها يا مدام، راهو الراجل لازم يتلهى بروحه، ماله وانت تعلمه كيفاش يتلهى بيك، يولي يجيب لك هو الشمع والبرفان وراسك انت، قسما بالله راك تجيبه على اثنين اللي يقولوا لك فيه، والله يجي ما فماش، مستحيل. اسمع، ما انا ما عندكش ثقه في روحك يا مدام، شو تقول لي مستحيل؟ والله انت تجيبوا الاثنين. باهي، قول لك حاجه، قول لك حاجه، اشطر العائلات التوانسه عندهم المشكله هذه في ديارها وراسك انت. وصليح مجرب اكثر منه يعرف. صليح عشت هالمشكله هذه، عاشها اشرف مع صديقتك، عشتها، عاشها اشرف يا شاكر، عشتها والله، عاشوا الناس الكل، ورحمه امي ورحمه بابا، الناس الكل عاشوا هذه الكل. بعد العرس الرجال يهملوا نساهم، ونساء يهملوا رجالهم، وهي تتلهى في الصغيرات وفي البيبرون. اسمعني، هي تتلهى في البيبرون والكوش والصغار وزن المكتب وقوم الصباح والمصروف وهي في الكراء. اسمع، وهو هابط عليه فاتوره الضوء، اسمعني عاد، وقرايه الاولاد والاتيود ودرا شنو هذا هو الجو نتاع العائله. والله هذا كل تبدلوا بعشاء، والله بيت صغار وزاد ما كنت جايب صغار باش تعيشهم. تنظم حياتك، تنظم حياتك، متفاهمين؟ اي ما هو انت ويا انت شويه ومن انت شويه زاد. اميره تقول لي والله علاه نحبوك، ربي يعطيك على قد قلبك، وانا نحبك زاد يا اميره، ويعطيكم الصحه جماعة اللي تحبوني كل، واللي يكرهوني زاد، واللي ينبروا علي، واللي يحبوا كل شيء، ما فهم حتى مشكل. جاعت يعلولو يا فوزي، اوكي انا خارجين، تلقاني تو، تعرف وين باش تلقاني؟ تو تلقاني في الجراند سيريس، نعمل في عجه بالمرقيز. باهي، كان تحب تجي جا مرحبا يا مدام، ما قلقتكش ماني. ليوه هاي باهي، يعطيك الصحة يبارك الله. اوس قال لي عليها تشري فص، قول لي قداش، اعطيني سوم، والله عندي عصفور باش نحطه فيه. انا والله نشري عصفور، قول لي قداش الفص. باهي هاتي، باهي شنو الاخر، شنو الاخر، انا نبدل لك في الجو يا مدام. سي علي حلو الخاتم، منين شريته؟ المدام شريته يا خاي، منين نعرف منين شريته؟ يا حلي ايه مخدومتو لك، خليك خويا على خاطر صغار، بربي عندكم مذيع هكا في الموزايك يعمل العمايل هذه صليح نورمال راهو. يمشي سي نور الدين غدو يطلبني يقول لي شبيك تهتري هكا وتحكي هكا، سي نور الدين راهو والله خدمه، نقرا في الكومنتار ونقرا في الوحدين الكل. باهي، قال لك سوره المزمل تحنن القلوب وترجع الازواج، والله صحيح، قالوها لي برشا، تعرف شكون قالها لك هذه؟ زين، لا مش زين، نفاتي هاجر، بربي اقراها سوره المزمل، اقراها بالكذب، انا قالوا لي عليها
وين تصير لي مشكله ساعات ما نقراهاش متى باش نولي نقراها زيد بالحق نسمع اقراها بالحق يا ربي به والله يلزم بك كتاب قران اه ايش بي واحد يقرا سوره ياسين سوره المزمل والله واحد يبدل اسم يبدل واحد ساعه بساعه حاجه به به شنو الاخر منو قالت لي اصبغ شعرك اصفر وتفكرني يبطى في الهبطه يا منو ما لازم اوصف مش عويد مانيش بس يا عمر من غير ما نعمله اصفر ما تصفرلوش شعرك يا مدام تصفرلوش شعرك خلي شعرك لونه ناتشورال انوار تقول لك حياه الزوجيه بحلها مره وسع بالك يا مدام والبنات عاد خلوا لك مكياج له وبرفل وكذا والله بالحق كلام مش عيب والله لا عيب والله ما هو عيب راهو الراجل كي راه مرته بدلت اللبسه وهي تستقبل فيه ولا بدلت البرفان ولا بدلت الصالون وحطت شمع وطيبت ماكله بليله ديما نبدل هي بتزيدها وتبدل يرحم بوك خلينا نتحداو هذا ونجيبوه الاثنين اسمعني نتحداو ونجيبوه الاثنين ونرجع للدار وكل بنويتي اللي كان فيها على الفيسبوك كل ما عادش يدور بها كل تقام فسخهم واحده واحده وتو يولي يمد لك هو التليفون اسمع يمد لك هو التليفون التليفون دي يمدوا لا يمدوا يا تفسخ انت ماله واعمل وبلوكي ونظم امورك مدي يا لله محلاك ومحلى تليفونك ومحلى حديثك يعطيك الصحه وطولت معاك والله اكسبري جا نقول لك وسامحوني يا جماعه في التليفونات الاخرين ما خديتكمش طولت معاك تو سامبلومون على خاطر شطر مشاكل التوانسه اللي تحكي فيه انت الليل والله 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 شطر مشاكل على الفيسبوك هي بعثت مساج طن طن بق 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 او نوتيفيكاسيون بق 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 ودرى شنو هو الرجل ويطلبوه يقلب التليفون اسمع يقلب التليفون وتهبط نوتيفيكاسيون بق 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 ومساج طن طن اش فيك ما كلام دي يا بنتي خلي التليفون قدامه خليه تا يولي يمد لك التليفون ولاباس امورك مريض اي لالا صباح الخير ليلتك زينه صباح الخير ليلتك زينه لالا اي سيدي سامحوني كان طولت عليكم وطولت في التليفون هذايا شنو الاخر اش فما اي الزيوج معاه برا ورقدوا تي برا وقعدوا 400 في البير تو ورقدوا ورقدوا خلوا ورقدوا اش معاه الى اللقاء يا سيدي صباح الخير مع تحيات صديقنا صالح صديقنا شاكر شعر نسيتو الى اللقاء